أظهرت الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة طوال الأسبوعين الأخيرين انخفاضاً ملحوظاً في مؤشرات الوباء حيث انخفضت الحالات القائمة بنسبة تجاوزت 50% خلال هذه الفترة مع انخفاض في نسبة الإيجابي من الفحوصات. لطالما كانت لغة الأرقام الدليل الدامغ لإيضاح الحقائق ودحض الشبهات. وهي اللغه التي اعتمد عليها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في التعامل مع الجائحه منذ ايامها الاولى ما يعكس احترافيه فريق البحرين الذي اضحى نموذجا مشرفا في مواجهه الجائحه العالميه ومع العوده الى ما قبل اسبوعين من اليوم وتحديدا يوم الحادي والثلاثين من مايو الماضي حينما بلغت مجموع الحالات القائمه انذاك ثمانية حالة، ونسبة الإيجابي من الفحوصات ثلاثة عشر في فيما كان إجمالي المتعافين 211024 عشر ألفا وأربعة وعشرين شخصا. يومها كان الفريق الوطني الطبي متخذا عددا من القرارات والإجراءات المتواكبة مع الارتفاع المفاجئ لعدد الإصابات والوفيات. وبعد أسبوعين من تاريخه، أثبتت الأرقام والإحصائيات مرة أخرى نجاعة القرارات المتخذة بالتوافق مع الالتزام المجتمعي التام بتلك الإجراءات، ليصل مجموع الحالات القائمة يوم الثالث عشر من يونيو الجاري 12,931 حالة، بانخفاض نسبته أكثر من 50% مما كانت عليه قبل أسبوعين. كما بلغت نسبة الإيجابي من الفحوصات 6.5%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 244,579 شخصًا. كما أثبتت مملكة البحرين نجاحها في تطعيم أكثر من مليون مواطن ومقيم على أرضها، بنسبة تجاوزت 80% من السكان المؤهلين لأخذ التطعيم. بهدف الوصول الى المناعه المجتمعيه من اجل الحفاظ على صحه وسلامه الجميع وتقويه استجابه الجهاز المناعي لديهم علاوه على اهميه اخذ الجرعه المنشطه الثالثه والتي كان لها دور كبير في تعزيز المناعه المكتسبه